السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم جنان. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ان غوسيت اللي تجي فريمون ساهله بزاف وتجي بنينه ويجي فريمون رائع. هاد لو كاطو اللي هما لي كروكي. اذا نبداو على بركه الله. ندير زوج حبات بيض، كاس الا ربع سكر، الكاس الحجم تاعه 220 مليلتر، بالميزان السكر 125 غرام. إذا نبدا نخلط فيه. نزيد كأس إلا ربع زيت اللي هي 125 مليلتر. ندير مبشور نصف ليمونة وملعقة صغيرة فاني. إذا دروك بعد ما خلطت مليح السكر مع الزيت والبيض، هنايا دروك غادي ندي كاس نتاع فرينة. بسم الله، ساشي ليفيغ شيميك ولا ملعقة صغيرة تاع ليفيغ. إذن هنايا دروك غادي نقسمه على زوج، ندي هذا النصف، غادي النص هذا غادي نزيد فيه الكاكاو، نزيد زوج ملاعق كبار كاكاو. اذا الكاكاو نزيدوه قبل ما نزيدو الفرينه، على خاطرش الكاكاو صار له كي الفرينه هو تاني ينشف. خلطه مليح. اذا نبدا نزيد فلافارين غير بالعقل، زيدوه غير بالملعقه وخلطوا، ما تنشفوش بزاف باش الكاطو ما يجيكمش قاصح، وتانيك ما تخلوش كاع جاري بزاف باش الكاطو ما يهودلكمش. غادي نخلط ونوريكم كيفاش. اذا ها هو، شوفوا كيفاش يجي يتلصق. ها هو عادي يتلصق ها هو. إذن هنايا دخلت لي ملعقه كبيره تاع فرينه مع الكاكاو، مع زوج ملاعق تاع كاكاو. إذن نخدم هذا النصف الثاني، نبدا كيف كيف نبقى نزيد لافارين غير بشويه، ملعقه اثنين، ونخلط بيدي باش نحس باللاباط كيفاش تجي. إذن ها هو، شوفوا كيفاش يجي يتلصق ولكن يتلم. اذا هاد لو كاطو هنايا للزوج دخلت لي فيهم زوج كيسان تاع حجم 220 مليلتر، ولكن تخلي من الكاس هذا بقات على حساب ملعقه كبيره. اذا زوج كيسان ناقص ملعقه كبيره اللي هي ابوبخي بالميزان قريب 300 غرام، وهنايا تبقى الفرينه على حساب شحال تشرب، المهم حاجه 300 غرام. ندي دروك هاد لاباط نقسمها على اثنين دو مورسو باش هكا البودان تاعنا يجينا شباب، يجينا مغبغي كيما هاك زوج، وهذا كيف كيف تاع الشوكولا نقسمو على زوج. فريمون ساهله هاد العمليه. ها هما، اذا دروك غادي نديرهم دي بودان. اذا هنا نسيي ندير لي بودان كاع كيف كيف. اذا ندير تاع الشوكولا، ندير حداه هاد لو بودان بلون كيما هكا، ومن بعد نخالف نجيب نتاع الشوكولا نحطه هنايا فوق البودان بلون كيما هاك، وهذا البلون نحطه هنا. نزيرهم هكا مليح ونرو ليهم.
اذا هنايا غادي نقسمه على زوج. اذا الفوغ تاعي دروك راني درته يحمى على درجه 180 درجه. اذا نحطه فوق السني. هنايا سقموه مليح. اذا دروك ندخله للفوغ يطيب. اذا ها هما لي كروكي تاعنا بعد ما طابوا خليتهم حتى بردوا مليح. دروك غادي ندير فوقه الشوكولا. اذا هنايا ذوبت 100 غرام تاع الشوكولا ودرت فيها ملعقه صغيره نتاع زيت. نبدأ نديرو الشوكولا على السطح تاعه، واللي يبغيه يخليه سامبل يخليه سامبل، غير يقطعه ويخليه. هنايا ذوبت شويه شوكولا بلون ما زدت فيها والو، وغادي نزين بها. اذا ندي كوردون ونزين هنايا كيما هاك. اما الثانيه نزينها باللا كونفيتور دابريكو. اذا درت دو موديل، موديل تاع الشوكولا محبين الشوكولا، والموديل الثاني للي ما يبغيش الشوكولا، اللي يبغي المربى. الثاني تاع المربى تجي رائعه بالمربى ونوا د كوكو، تجي فريمون شابه بزاف. سينو تنجمو تخلوها غير كيما هكا. اذا دروك ندير فوقها نوا د كوكو. ودروك نبدا نقطع فيه. تنهاية لا شوفوا كيفاش تجي طريه، راهي تفتت الروحه فريمون. شوفوا كيفاش جا، راهي تفتت الروحه. ها هو شفتوا كيفاش يجي رائع. ها هو يتفتت غير روحه. اذا وبهذا الشيء رانا وصلنا لاخر الحلقه، ونقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه. واللي عجبته الفيديو ما تنسوش باش تلايكوها، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.